بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نطل عليكم مرة أخرى من سماء مدينة عرسال لكي نشكر من جديد هيئة الشام الإسلامية على ما قدمته وعلى ما تقدمه لنا بشكل دائم، ولنشكر أيضا مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني جزاه الله كل خير على ما قدمته لنا في هذه المرة، حيث قامت هيئة الشام الإسلامية مشكورة بدعمنا بمبلغ 250 ألف ريال سعودي لتنفيذ مشروع الشتاء الدافئ لأهلنا في عرسال. طبعا هذا المبلغ مقدم من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية جزاهم الله كل خير. بعد وصول المبلغ قامت لجنة الإغاثة والمهجرين التابعة للمجلس المحلي الثوري في مدينة قارة قامت بتنفيذ هذا المشروع بإشراف هيئة الشام طبعا، وقد نفذ المشروع على الشكل التالي: خصص المبلغ بالكامل لشراء مادة المازوت، طبعا لأن معظم الناس هنا قد اكتفوا من مادة البطانيات ومادة الفرش، معظم الناس أقول، والحاجة الماسة هي لمادة المازوت لأنها مادة مستهلكة وبشكل يومي وبشكل كبير جدا، حيث عادت السلوج من جديد إلى هذه المنطقة والجو هنا بارد جدا أو شديد البرودة، هو شبيه جدا بجو مدينة. طبعا المبلغ تم شراء كما قلنا فيه مادة المازوت، حيث قمنا بشراء 3865 تنكة من المازوت بقيمة التنكة الواحدة حوالي 65 ريال سعودي. طبعا هنا قيمة التنكة أكثر من 65 ريال سعودي، ولكن الذي باعنا هذه المادة يعني قد أكرمنا قليلا في السعر لأننا يعني اشتريناها للأخوة المهجرين. طبعا وزعت هذه المادة على مرحلتين، المرحلة الأولى نفذت بتاريخ 1 شباط 2014، والمرحلة الثانية تنفذ بتاريخ 8/2014. وزعنا في كل مرحلة 20 لتر على 1930 عائلة في المرحلة الأولى، ونفس العدد في المرحلة الثانية. طبعا هذه الكمية، كمية 20 لتر يعني تكفي العائلة في هذا الجو البارد لحوالي 3 أيام لا أكثر عندما يكون الجو بهذا الشكل، ولكن هذا المتوفر وجزاكم الله كل خير. قمنا نحن بالتعاقد مع 4 كازيات موزعة في 4 نواحي في مدينة عرسال حتى يعني لا يعاني الأخوة المستفيدين من السير إلى مسافة بعيدة، وقمنا كما هي العادة بتجهيز كوبونات يكتب عليها شعار هيئة الشام وشعار مؤسسة الشيخ عيد وشعار المجلس المحلي في مدينة قارة، وبتوزيعها على الأخوة المحتاجين في بيوتهم، وهم يقومون باستجار هذه المادة من الكازيات التي تم التعاقد معها. طبعا في النهاية لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لهيئة الشام الإسلامية ولمؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية جزاهم الله كل خير. نتمنى أن يتواصل هذا الدعم الكريم الطيب منهم، وجزاهم الله عنا وعن المسلمين وعن المهجرين كل خير.